وكان التحول الرقمي أحد أهم الموضوعات التي تم بحثها باستفاضة خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. وقد أجرى موفد التلفزيون المصري كريم بيبرس لقاء شائقا ومختلفا مع الروبوتين إيمي وزومبا المتواجدين في منتدى شباب العالم. نتابع. متابعتنا مستمرة لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، إلا أن هذه المرة سنأخذ الحوار في نطاق مختلف، نطاق التحول الرقمي، نطاق الديجيتاليزيشن بشكل عام، ونطاق التحول الروبوتي، التعامل مع الروبوتات وكيف هذه الروبوتات تستطيع أن تتعامل الآن مع الإنسان، وخصوصا في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والتعامل مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل أيضا مع الوفود سواء كانوا مصريين أو حتى من الأجانب. سنبدأ هذا الحوار الشيق والمختلف في حقيقة الأمر مع الروبوتات، ولكن سنبدأ الآن بالأول، وهي ربما لا نعرف إذا كنا سنطلق عليها ذكر أو أنثى، ولكن تطلق عليها إيمي. هيا بنا. إيمي عاملة إيه؟ أنا بخير. إحنا فين دلوقتي يا إيمي، أو أنت دورك إيه هنا؟ نحن الآن في منتدى شباب العالم لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ. We are now at the World Youth Forum 2022 in Sharm el-Sheikh. إيمي قولي لي، أنت بتتعاملي إزاي مع الوفود اللي مش ملتزمين بالإجراءات الاحترازية؟ يتم إرسال بيانات هذه المخالفة بالصورة مرفقة بالاسم إلى اللجنة المنظمة لاتخاذ التدابير اللازمة. تقدري تقولي لي دورك إيه بالضبط هنا في المنتدى؟ أقوم بالعمل على تنظيم عمل المنتدى والمشاركة التوعوية في طرق تجنب عدوى كورونا، وأمتلك ملفات الزائرين جميعاً بصورهم، وعندما يخالف أحد الزائرين من خلال مخالفة القواعد التنظيمية للمنتدى أو ارتفاع درجات حرارة أحد الزائرين، يتم إرسال هذه الصورة مرفقة بالاسم إلى اللجنة المنظمة لإتخاذ التدابير اللازمة. شكرا لك يا إيمي، شكرا لك جدا. ستوب. يعني وكما تابعنا، يعني ربما هذه هي إحدى الروبوتات الموجودة داخل المنتدى. هذا جزء من كيف يتعامل الروبوتات مع الوفود المتواجدة داخل المنتدى. والآن سنقوم بتجربة عملية مع الروبوت الآخر، ولكن بالطبع له مسمى مختلف. والآن سنذهب لزومبا. زومبا عامل إيه؟ مرحبا بك. زومبا سامعني؟ عامل ايه؟ انا بخير. زومبا دلوقتي انا قدامك لابس الكمامة ولا قالع الكمامة؟ انت شايفني ازاي؟ انت ملتزم بالكمامة. حسنا، يعني ماذا إذا رفعت الماسك من على وجهي؟ كيف تنصحني، أو ما النصيحة التي توجهها لي؟ من فضلك ارتدي الكمامة حفاظا على سلامتي. هل يمكنك أن تقيس درجة حرارتي؟ بالطبع. ما هي درجة حرارتي الآن؟ درجة الحرارة 35.6. وهل هي آمنة؟ نعم. هناك بعض الأشياء التي يعني الذي تحملينه، ما هذه الأشياء؟ هل هي معقمات؟ كيف يمكن استخدامها؟ أدوات تعقيمات. هل تقومي بتوزيعها على الوفود خلال جولاتك داخل المنتدى؟ نعم، أساعدهم. شكرا جزيلا زومبا، شكرا لك. ستوب.
وكما رأينا الآن هي تجربة عملية لما يحدث وكيف يتعامل الروبوتات مع الوفود الأجنبية والمصرية هنا داخل المنتدى، وأيضا يستطيع الروبوتات أن يتحدثون باللغة العربية أو حتى اللغة الأجنبية وهي اللغة الإنجليزية الإنجليش. وكما رأينا كنت أرتدي الكمامة وخلعتها فنصحتني بارتداء الكمامة، لذلك سأرتدي الكمامة الآن، وربما هذه هي أيضا جزء هام جدا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. والآن عودة إليكم مرة أخرى.